حملة الحرس والبذل الموسم الفلاحي 24-25. الأهداف المسطرة من طرف الوزارة الوصية أو السلطات العمومية هي في حدود 99,772 هكتار من جميع الأصناف، من قمح صلب وقمح لين وشعير وخرطال وترتيكال. الإشارة فقط أكثر من 71% من المساحة المراد حرثها وزرعها هي للقمح الصلب، اللي من خلال تعليمات السيد رئيس الجمهورية لحد من استيراد هذه المادة، اللي كلنا يعني شغل شاغل لتحقيق هذه الأهداف. لا ماذا لو كانت سيلات بدينا قبل الوقت، الناس راهي البذور تاعها راهي عندها في الكراج تاعها في الديار، ولي زونغري راهم مهزوهم. فيما يخص قرض رفيق، قرض رفيق وعندنا تقريبا 400 ملف راهم في تعويض حبوب بعد الفلاح يقدر يروح ينزل البذور تاعو، والعمليه مازالت مستمره. ولايه قال ما قلنا ولايه فلاحيه بامتياز، وحنا لازم نجندوا من جميع النواحي، من حيث توفير العتاد، من حيث توفير الامكانيات اللازمه باش نوصلوا للهدف المنشود هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث القمح.